أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرئس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك سيدي يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله سيدي ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء الصديقة المظلومة سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما أخاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سعادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم. كربلاء ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا مولاي يا أبا عبد الله الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطمة آذيتنا في طول نوح دائما وحنيني والقاطعين أراك كيما تقي في ظل أوراق لها وغصوني بعد قال ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائدين إمامهم بنجاده والطور تدعو خلفهم ويا برنيني خلوا ابن عمي أولاك شوف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني والصيد فوق المنبر بالدرة المعصوم
جوني يا ابو يا عقبك العصبة المشوم ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطوم وجابوا الحطاب يا الوالي ودار الوصيح رقوم بويا فزت يوم جوني واني اهل دموعي وانا يا بويا البعدك توا ما يسكن روم فزت بالزنبابي وكسرى يا بويا ضلوعي وترضى يا بويا الغالي دار الوصي دخلو ولكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشرية ومنقذها وسيد الأولين والآخرين بل هو سيد الخلق أجمعين الذي بعثه الله برسالة عامة شاملة إلى جميع أقطار الأرض لأن رسالة النبي صلى الله عليه وآله تعتبر آخر الرسالات وآخر النبوات ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس أجمع بعث إلى كل البشر لأن بعد خلاص الإسلام يعد هو الدين الراسخ والباقي وقد نسخ الأديان السماوية التي ما قبله وهذا الدين هو الذي يبقى إلى يوم القيامة لكن نجي نطرح سؤال نقول النبي أرسل إلى عامة البشر ولكن النبي من أصل عربي وبعثه الله في الجزيرة العربية هذه الجزيرة العربية خلنا نعرف مقدمة ما كانت عليه أحوال العرب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كانوا عليه يهتدون. أولا كان قانون عند العرب وهذا القانون ما زال البعض من العرب يستخدم قانون العرب في الجاهلية ما هو هذا القانون إن لم تكن ذئبا أكلتك ذئاب يعني قانون العرب سابقا القوي يأكل الضعيف ولذلك تلاحظ بأن العرب في زمن الجاهلية ما تصالحت قبيلتان قامت حروب هذه الحروب دامت مدة 40 عام لأسباب تافهة مثل حرب داحس والغبرة وحرب البسوس وغيرها هذه دامت بين قبائل أول حرب داحس والغبرة كان السباق بين خيلين ها سباق خيول خيل طاف الثاني قامت الحرب بين هذه القبيلة وهذه القبيلة حتى ابتلت الأرض من دماء كلتا القبيلتين والثانية حرب البسوس بسبب ناقة دامت هذين الحربين 40 سنة يعني كل حرب دامت 40 سنة ولذلك سابقا كانت العرب تغير على بعضها البعض كل واحد يقتل الطرف المقابل وياخذ ما عند الطرف المقابل صلوا على محمد وآل محمد. ثانية بأعلى منها الله ثالثة لتعجيل الفرج أتمنى من المؤمنين الانتباه إليها محبين انتبهوا إليها قليلا فكانت العرب سابقا على هذا المنوال قد هتك أعراض سفك دماء ومن ضمنهم كانوا يتفاخرون بالذنوب التي كانوا يقومون بها إجا واحد دخل على جماعته قال لنراك فرحا قال بلى اشتريت جارية ودخلت بها
وعندما فرغت منها لم تعجبني فاستأصلت رحمها، وبعدين فاقتلعت عيناها وقطعت أطرافها ورميتها إلى كلاب هذول العرب. وأيضا لما أقول لك بأن العرب عاشت في مسائل كل يعني الحقارة والدناءة والسفه والانحطاط كان في المجتمع العربي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هالأمور دي كانت موجودة. ليش يا موالي؟ خلنا نشوف تاريخ العرب شنو يقول. أقول لك سابقا العرب مثل ما ذكرت لك تحترم الرجل القوي السبع الذي تنطبق عند هذه القاعدة إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. فكانت العرب سابقا تفتخر بفرسانها، تفتخر برجالها. اليوم احنا في زمننا هذا إذا واحد يريد نعرف هذا اللي جاري وقل لك بأن فلان أقوى رجل في العالم، شلون أقوى رجل في العالم؟ وقل لك لأن رفع مثلا 500 كيلو من الحديد، رفع 1000 كيلو من الحديد، فيحتسب بهذا السن. سابقا العرب كانت تحسب قوة فرسانها، شوف تعداد الفارس هذا بأي طريقة، يقولون بأن فلان يعد بألف فارس، مثل عمرو بن ود العامري يقولون هذا يعد بألف فارس، مرحب من شدة قوته يعد بألف فارس، ليلى من شدة قوته يعد بألف فارس، الشامي من شدة قوته يعد بثمانمائة فارس، معن بن زائدة بخمسمائة فارس. ربما لا يكون ضخم الجثة ولكن إذا دخل إلى الحرب ضعيف وبيده السيف والرمح يلعب في الحرب لعبا. والعرب قد اجتمعت بقولهم هذا على شجاعة وقوة أمير المؤمنين عندما قالت في حق علي بن أبي طالب قالوا علي جيش في رجل. علي جيش في رجل. أمير المؤمنين يقول له قتل العرب لقتالها لما حدت عن قتالها، يعرفون من هو علي بن أبي طالب ومكانة القتالية. فمثل أرجع لموضوع مثل ما قلت لك العرب تأخذ منطق القوة. سابقا العرب كانت ثرواتهم بالنياق بالشياد، وكان للناقة رمز عند العرب وكان للخيل أيضا رمز عند العرب. سابقا العربي هذا يجي إلى هذا الفارس وقل له أنا راح أعطيك هذا الفارس اللي أقصده، أقول لك يجي قوة قوة ألف فارس، وقل له أنا راح أعطيك 10 نياق حمراء. الناقة الحمراء تعتبر ثروة عظيمة عند العرب، مثل الآن ما في زمننا هذا خيول بعشرات الملايين. سابقا الناقة الحمراء لا يمتلكها إلا الأغنياء، إلا من؟ إلا سادة القوم، إلا من؟ إلا الملوك. فلذلك هذا الناقة مثل غالية، هذه مو أي واحد يشتريها. إذا كان سعر الناقة سابقا 10 دنانير فالناقة الحمراء يساوي سعرها 300 دينار لما لها من مواصفات. يقول لك تشرب 20 سطل من الماء، ما لنا من هالأمر هذا، بس عرفنا بأن الناقة الحمراء شنو بيها. الناقة الحمراء لها سعر جدا راقي عند العرب. يجي هذا العربي إلى هذا الفارس المعروف بقوته وشجاعته والذي يعد بألف فارس وقال له أنا أعطيك 10 نياق حمراء. قال له وماذا تريد مني؟ قال أن تنام مع زوجتي هذه الليلة وتضاجعها لكي تنجب إلي منك غلام يكون قويا مثلك. هذا هم، هذا بعد لعين شنو يقول له؟ يقول له 10 نياق لا أقبل حتى وصل إلى 300 ناقة حمراء، ولكن إذا أنجبت بنت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا هو حال العرب. إذا هم في سفر العرب، إذا هموا في سفر يحملون معهم جعبة فيها قربة من الماء وطعام، وجعبة ثانية فيها دنان الخمر. وما تغزلت العرب في أفضل أشعارها إلا في الخمر. شلون يصفون الخمر ويصفون هالأمور هذه؟ هذه العرب سابقا
إلا في خمرها. ولذلك يجي وهو رايح في سفرة يكرع الخام هذا المشروب الروحي، وإذا نفذ من عنده الخمر ينزل من على ظهر ناقته يجرح فخذ الناقة، يملأ له الوعاء بالدم ويشرب دم الناقة عوضا عن ماذا؟ عوضا عن الخمر. عبد جعفر لما راح إلى ملك الحبشة ماذا قال له؟ قال كنا نأكل الميتة ونشرب الدم، نأكل الميتة ونشرب الدم. ولذلك أيضا كان عدو العرب العلم، بعد ماكو يعني شيء اسمه تفاهم اسمه تسامح اسمه أريد، لا كل ما بينهم الحرب والسلاح، كان منطق القوة هو هذا المنطق السائد، وما كان في العرب من الحكماء العرب إلا قليل يعدون على الأصابع مثل السماء. هذا اللي يقول من لم يدنس عرضه بدنية فكل رداء يرتديه جميل، وفي أبيات أخرى يقول ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. قليل حكماء العرب كانوا، لأن العرب كان مجتمع جاهلي، مجتمع منحط، مجتمع في الدرك الأسفل من الإنسانية، حقارة ووقاحة وسفاهة، هذا هو المجتمع العرب. واحد يقول كل العرب، لا ارجع إلى التاريخ، ارجع عن حضارة أهل البحرين، أهل البحرين وأهل عمان ما كانوا على المجتمع الجاهلي، لا كان مجتمعهم مجتمع متعلم، مجتمع متفهم، مجتمع راقي قبل الإسلام. هذا مجتمع، هذا كان العرب. ولذلك لما يجي النبي ويقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، النبي بعث إلى من؟ بعث إلى قوم لا يفقهون من التعقل شيء، بعث إلى قوم لا يعرفون من التسامح شيء، بعثوا إلى قوم بل هم كالأنعام بل أضلوا هذولا. ولذلك ماذا تقول مولاتي في خطبتها؟ وكنتم تقتادون القد والوراق، يعني شنو تقتاتون وتعيشون على وساخة هذه الدنيا، فأكرمكم الله بأذي النبي محمد. فعندما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة رفع من شأن هذه الأمة، ارتقى بشأن هذه الأمة، جعل ميزان هذه الأمة الأثقل بين ميزان الأمم. ولذلك من أول ساعة من ساعات ولادته، من أول ساعة من ساعات ولادته. ولذلك لما ترجع إلى أن الجن كانوا سابقا الكهنة يتكهنون، يعرفون ليش؟ لأن كان عندهم الجان بإمكانه يسخر الجان إليه يذهب إلى بعض السماوات يسترق السمع. فلما ولد عيسى بن مريم قطع الله عنهم الأخبار إلى السماء الرابعة، لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطعت الأخبار عن الكهنة حتى قالوا لقد ولد النبي الموعود، هذا هم الكهنة. ولذلك لما ولد النبي صلوات الله وسلامه عليه اعشبشب والدي، اعشبشب وين؟ وادي مكة، أتى الخير إلى أرض مكة. ولذلك لما إجى النبي صلوات الله وسلامه عليه وبقي في رعاية جده عبد المطلب 5 سنوات لأنه عاش يتيما الأب لم يرى أباه، بقي في رعاية جده عبد المطلب 5 سنوات شيبة الحمد، البعض يشكل علينا أقول بقي في رعاية عبد المطلب 5 سنوات وأبو طالب بقي أيضا في رعايته. إنزين عبد المطلب كافر وأبو طالب كافر، من يقول هالحكي؟ قال ما سمعت هذا الذي دخل على النبي، قال لي يا رسول، قال لي يا رسول الله، قال لي النبي ما بك ما يبكيك؟ قال لي لقد سمعتك تقول بأن من مات وهو ليس على دين الإسلام فهو في النار، وأنا ما أبي مات وهو كافر، ما أدرك يا رسول الله؟ قال أبي وأبوك في النار. شنو هالحكي هذا؟ من وين جاء؟ عبد المطلب كان على ملة إبراهيم الحنيف،
كان موحدا. العرب سابقا من قال لك كان كلهم وثنيين؟ لا، كان فيهم الوثنيين والمسيحيين واليهوديين مثل السماء أو الغيرة، وكان فيهم الحنفيون على ملة إبراهيم الحنيف. عندما أخذ إبرهة النياق التي هي لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله، راح عبد المطلب إلى إبرهة، مجرد أن نظر إلى عبد المطلب قام له إجلالا واحترابا، يقول ما هذه الهيبة التي عليه؟ يقول شنو هذه الهيبة اللي على عبد المطلب؟ إجا إليه قال ماذا تريد يا شيخ؟ قال إن جندك أخذوا مني الإبل. قال كنت أكبرتك وأجللتك وجاي تطالبني بإبل مالك وجمالك؟ يقول كنت جاي ظننتك جئت تطالب بعدم هدم هذا البيت. شنو قال لي؟ إن للبيت رب، ما قال صنم هبل ولا، قال إن للبيت رب يحميه. وأبو طالب يعني لما حضرت منه الوفاة كان اللي حوله كلهم كفار، يعني مات كافرا، وإن مات كافرا كيف يجعل الله عز وجل، كيف يجعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب، ومن كفر خلاص تنفصل عنه زوجته قهرا، لأن لا يجوز للكافر أن يتزوج المسيحي، أن يتزوج المسلمة. في مضاربات كثيرة في التاريخ، مضاربات كثيرة. ليش؟ كلها لأن علي بن أبي طالب موجود، كلها لأن أبو الحسن هو الخليفة من بعد النبي. فلما إجى النبي صلوات الله وسلامه عليه وبلغ مبالغ الشباب، كان معروفا عند قومه بالصدق والأمانة، حتى عرف بينهم بالصادق الأمين. إذا تعارك اثنان في مسألة قالوا نختصم عند محمد، وما يحكم به محمد أنا أقبل به، أنا أقبل بما يحكم به محمد. هذه من ضمن النتائج. يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه شنو كان؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان قبل البعثة فيه أمر ينافي عصمته. هذه نجي النقطة نركز عليها موالية. النبي ما كان قبل البعثة فيه أمور تنافي عصمته، ما كان يفعل. أقول هم يقولون بأنه كان يتأمل، قل أليس لهذا الكون خالق؟ وكان يذهب إلى غار حراء حتى نزل عليه جبريل الأمين وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني لما أجي أنا ولاحظ إلى سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنظر إلى بعض السفاهات التي تنافي عصمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه التي لا تليق بمقام النبي، هذه علي أحدثها. مثل شنو؟ مثل الرواية التي تقول بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يضرب ناقته بالقضيب الممشوق فأخطأت يده وضرب البراء بن عازب. شنو أخطأ النبي وضرب البراء ابن عازب؟ على قولة واحد من الإخوان يقول كان النبي واحد من الصبيان وما جاب صيب. لا، شنو هذا الكلام؟ القرآن يقول وما ينطق عن الهوى. يعني النبي معصوم في أقواله وأفعاله، لا يقوم بأفعال تنافي نبوته تنافي عصمته. شنو النبي جالس مطلع فخدين أمام الصحابة؟ دخل الأول، دخل الثاني، دخل الثالث، ما ستر النبي. لما دخل الخليفة عثمان ستر النبي، قال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ولا يستحي النبي من ربه. شنو النبي كان جالس مع زوجته عائشة وعائشة تنتف المين من على ثوبه؟ شنو هذه الأمور السفهيات التي تنزل من مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هو الذي يقول ما إنما بعث لكي أتمم مكارم الأخلاق، وهو يقوم بأشياء منافية إلى الأخلاق. هذه الأمور منافية إلى عصمة النبي. ولذلك تلاحظ بأن النبي عرف بين قومه قبل أن يبعث نبيا بالصادق الأمين، وكانت خصاله وصفاته هي الخصال الراقية، حتى بعثه الله عز وجل بالرسالة.
الدعوة للنبي في مكة كانت 13 سنة، ثلاث سنين سرية وعشر سنين شنو بيها؟ جهرية. النبي أول ما بدأ بالدعوة، بدأ بالدعوة السرية وتكلم مع من؟ مع المقربين اللي فيهم روح الإيمان، وأولهم علي بن أبي طالب. علي هو من آمن، الجماعة زعلوا شوية، قالوا أول من آمن من الصبيان وخلوا من الرجال وخلوا من النساء وخلوا كذا ما شاء الله، مثل أنا مدينة العلم علي بابها صار، وفلان قفلها، وهذا مقبضها، وهذا مفتاحها، وهذا الباب تعدد سووا مدينة وفلان سورها، كل قبو خبان ماكو. بدأ النبي بدعوته السرية، وكان بني عبد المطلب يفتخرون بقرابتهم من النبي، حتى أمره الله عز وجل قال يا محمد اجعل الدعوة الآن دعوة جهرية. اجى النبي صلوات الله وسلامه عليه وصعد إلى جبل أبي قبيس وصعد إلى أعلاه، نادى الصلاة جامعة، جمعوا حول الكل، قال لو قلت لكم بأن خلف هذا الجبل قوم يريدون أن يغزوا الكعبة ما أنتم فاعلون؟ قالوا نعد العدة ونهيئ أنفسنا للقتال. ليش؟ لأنك صادق يا محمد لا تكذب. فقال اعلموا بأنني رسول من الله إليكم بعثني لكي تعبدوه وتوحدوه. أول من رفع حجر وألقاه على النبي هو أبو لهب، رفع حجر وصك به جبهة النبي صلوات الله وسلامه عليه، صك به جبهة النبي وقال هذا ابن أخي لا عليكم منه فإنه رجل كاذب. ضاق الويل النبي في مكة المكرمة حتى أمره الله عز وجل، كل مختصر يعني بعد ما عندنا وقت نشرح أكثر، حتى أمره الله عز وجل بالهجرة إلى وين؟ إلى المدينة. إجا لأمير المؤمنين يا علي إنني مهاجر هذا اليوم، أتبيت على فراشي؟ قال أمن سلامة من ديني يا رسول الله؟ قال لي بلى. قال إذن أبيت يا رسول الله، لأن اجتمعت العرب وقريش على أن تأتي وتضرب النبي صلوات الله وسلامه عليه بضربة واحدة فيتفرق دم النبي على القبائل العربية، ولا تستطيع بني هاشم أن تطلب بماذا؟ بثاره. إجا النبي بحول الله وقوته رفع قبضة من التراب ألقاها عليهم وإذا هم صم بكم عمي، وخرج النبي بينهم حل الصباح قريب الفجر، ما خرج محمد، دخلوا عليه الدار أما رفعوا غطاء النبي وإذا هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. أين النبي؟ قال خلج، رحل. وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه متوجها إلى أرض يثرب. وصل النبي إلى قباء وبنى أول مسجد في الإسلام اللي هو مسجد قباء، اللي نروح نصلي به ركعتين ونحن رايحين إلى المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم الوصول. بقي النبي في قباء سبعة أيام قبل أن يدخل المدينة، بينه وبين المدينة مسافة جدا قصيرة. ماذا تنتظر يا رسول الله؟ قال لا، أنا عندي شيء واحد راح يسلمني أمانات. فلما أقبل علي عليه السلام ومعه أمانات النبي ما دخل المدينة إلا بعلي بن أبي طالب. ليش؟ لأن النبي قال يا علي لا أدخل إلى يثرب حتى تأتي أنت. مقامات بويا، هذا علي بن أبي طالب، والنبي من يوم كان في مكة لن يكن منكم وزيري وخليفتي والمدافع عني. كلهم سكتوا، ما وقف إلا أمير المؤمنين علي. ليش؟ لأن يعرفون أن في السالفة بها موت وغير. فلما دخل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة المنورة استقبلته أهل المدينة. من بركات النبي من كان أعمى رد الله له بصره،
ومن كان أخراس نطق، ومن كان أكمى شافاهم الله من كل علة وداء ببركة النبي صلى الله عليه وآله. تنازع القوم، كل واحد يريد النبي يسكن عنده، قال النبي دعوها، دعوا الناقة، هي من تختار المنزل والمكان. فأخذت تمشي حتى بركت بقرب من بيت أبو أيوب الأنصاري، فقال النبي هنا داري وهنا مسجدي. وأول عمل قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل إلى المدينة، ما بنى مسجد ما بنى دار، أول عمل قام به شنو؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. هذا أول عمل قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أول عمل. بنى النبي مسجده، أخذ يعلمهم المكارم من الأخلاق وأحكام الدين، حتى جاءت وقعة بدر الكبرى. مثل ما قلت لك يعني باختصار شديد، اجت وقعة بدر، هذه وقعة بدر لما خرج فيها النبي في عدد 313 رجل من المسلمين في قبال 1000 رجل من وين؟ من المشركين. وهنا قتل في تلك المعركة منهم منو؟ أسياد المشركين، أسياد المشركين قتلوا في تلك، الوليد وعتبة وأبو جهل قتلوا. فلما رجع النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، أرادوا المشركين الثأر، فأقبلوا في 3000 فارس، أقبلوا في 3000 فارس إجوا، وأقبل النبي في 1000 فارس، وقد تخلف من 1150 بقيادة عبد الله بن أبي المنافقين، أن نقاتل يا رسول الله وظهورنا عورة، رجعوا إلى المدينة. هنا جينا في قضية في هذه المسألة، رجعوا إلى المدينة، النبي جاب 50 من الرماة. شوفون هذا الجبل اللي قبر قرب قبر الحمزة، جنب قبر الحمزة، هذا يسمى بجبل الرماة، وسلسلة الجبال هذه الحمراء هي سلسلة جبال أحد. ليش سميت أحد؟ لأنها أول قطعة من الأرض وحدت الله عز وجل. قال لهم لو ترون نفتك عن بكرة أبينا بعد، أنتم ما تنزلون، خلكم على هذا، احموا ظهورنا بقيادة عبد الله بن جحش. اقتتل المسلمون والمشركون، حمي وطيس المعركة، قتال مستميت. لما حمي الوطيس ولوا المشركون الأدبار، تبعهم المسلمون. الرماة شنو سووا في عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ خالفوا أمر النبي، قالوا لقد انتصرنا. قال لهم ابن جحش، قال لهم تم مكانكم، النبي قال لنا لا نتحرك حتى يأتينا هو ويأمرنا بالنزول. فنزلوا خلافا لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن كانوا متقدمين في تلك الحرب، في تلك الغزوة. إجا خالد بن الوليد وإجا إليهم من وراء الجبل، فأصبح المسلمون بين شنو؟ دفتين. مو هذا، المسلمون قاموا يقاتلون، ولكن نادى مناد في المسلمين من المسلمين لقد قتل محمد، فكسر جيش المسلمين أشد انكسار. فروا يمين شمال، فروا، ما بقى، من بقى مع أبو الدرداء وأمير المؤمنين وفل من الصحابة الخلص معهم نسيب. أخذ النبي يقاتل حتى سقط في حفرة، ونبتت السلسلة في خده المطهر، وكسرت رباعيته. اجت الكتائب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي ماذا يقول؟ يا علي رد الكتائب عني. نسيبة بنت كعب هذه كانت ممرضة، دكتورة بالحرب، تعالج الجرحى. لما رأت النبي وحيد فريد حملت سيف وأخذت تدافع عن النبي. أبو الدرداء هذا شنو؟ كان رجل عظيم الجثة، غطى النبي صلى الله عليه وآله بجثته
وأتته السهام من كل جانب ومكان حتى نبت في بدنه أكثر من 100 سهم. ما مات الرجل، بقي إلى بعد وفاة النبي. والنبي جالس مثخم بالجراح، وأمير المؤمنين يقاتل عن النبي حتى كسر سيف أمير المؤمنين علي. أخذ النبي سيفه وأعطاه إلى منه، سيف ذو الفقار، أعطاه إلى منه أمير المؤمنين علي. قال: يا علي صد الكتائب عني. أخذ أمير المؤمنين يدافع. معركة أحد، وين قبر الحمزة؟ هناك تلك المعركة. أخذ أمير المؤمنين يدافع عن النبي، وإذا بصوت بين السماء والأرض ينادي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هذه في تلك، احنا نزور الحمزة في تلك المنطقة، صار النداء: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. شافوا أمير المؤمنين يدافع عن النبي دفاع مستميت، لا طاقة لنا على حرب عليه. ابتعد وحمل أمير المؤمنين النبي ومضى به إلى الجبل، أدخله في مغارة، خاف من الأعداء فأدخله إلى مغارة أخرى، خاف أيضا من الأعداء فصعد به إلى أعلى الجبل، جبل أحد. أخذ النبي يئن من شدة الجراح، فرحمة ورأفة بالنبي انشق ذلك الجبل، صارت مثل المغارة. أدخل أمير المؤمنين النبي في تلك المغارة، وإلى يومنا موجودة. إذا تطالعون قبال جهة الحمزة تشوفون جبل جاي منفرد لوحده ومشقوق، هذه المغارة. إلى يومك لما تصعد إلى ذلك الجبل تشم روائح الطيب منه، ما لا مسك لا عنبر لا عود، روائح طيبة. بمعنى الباغضين لمحمد وآل محمد يصبون الآيل وخلون الأوساخ والروث في تلك المغارة، يريد أن يطفئوا نور الله، لكن الله يأبى الله إلا أن يتم نوره. عند ذلك حمل أمير المؤمنين بعد أن هدأت الحرب رجع به إلى المدينة. الثاني رجع إلى المدينة عقب 3 أيام، وقل له: النبي ما هكذا ينبغي لك، سك انت بتشريد شريد، لكن مو 3 أيام، ما تدري عن أهلك وقومك وعزوتك. حتى جاءت غزوة الخندق وغيرها، بعد ما أكو وقت أحباب غزوة الخندق وغيرها. لكن كل المسألة التي وقعت في مسألة ويش، غدير خم وغزوة تبوك، عندما أمر النبي بأن يكون أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، قال لي: يا علي ابقى في المدينة، اجوا المنافقين ما ابقاه الا وهو كاره لصحبته. اجى امير المؤمنين الى النبي: يا رسول الله، القوم يتكلمون عني بهذه المسألة. قال: يا علي، الا تريد ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه لا نبي بعدي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارجع. فلما ذهب النبي الى تبوك، ما قاتل النبي في تبوك، رجع. في عقبة تبوك اجتمع المنافقين على أن ينفروا ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه في العقبة، فيموت النبي بناقته. حذيفة يقول: كنت أنا أسوق الناقة وعمار بن ياسر يقودها. يقول: بينما نحن على تلك الحالة خرج علينا قوم أرادوا أن ينفروا ناقة النبي، فرفعنا سيوفنا في وجوههم مضوا. يقول: بينما كذلك أبرقت السماء فنظرت إلى وجوه المنافقين، إجيت لي يا رسول الله. قال: أعلم يا حذيفة، أعلم، أنا أدربهم من هؤلاء. ولذلك إذا أرادوا أهل المدينة يعرفون من المنافق ومن غير المنافق، إذا توفى أي واحد من الصحابة يقول لي: تعال يا حذيفة صلي عليه، إن صلى عليه فهو ليس منافقا، وإن لم يصلي عليه حذيفة قالوا هذا من المنافقين يوم نفر الناقة. حتى حج النبي الحج الوحيدة، فلما حج النبي صلوات الله وسلامه عليه تلك الحج الوحيدة رجع حتى وصل إلى منطقة غدير خم، إلى يومك المنطقة موجودة. أمر بأن تجمع كل الكتاب، جام صار لهم أمامه جبل، صعد عليه، مسك بيد أمير المؤمنين علي، قال: ألست أنا أولى من المؤمنين بأنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الله اللهم اشهد
من كنت مولاه فهذا علي. هذا آخر أمر بلغ به النبي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، واخذل من خذله وانصر من نصره، وأدر الحق معه حيثما دار. يجوا 100,000 من المسلمين سمعوا، واحد يقول غريبة، لا، إلى يومك إذا تروح إلى منطقة غديرهم حتى لو تسر صاحبك في أذنه يسمع شنو سريته. سبحان الله، الصدى يتوزع في كل مكان. فبايع المؤمنون علي حتى قال أحدهم بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. خرج النبي وهو يمشي، جلس وناس قعدوا واتفقوا على أن بيعة أمير المؤمنين لا تتم. إجا البراء بن عازب قال يا رسول الله إني سمعت فلان وفلان وفلان يقولون بأن بيعة علي لا تتم. قال جيبهم. جابوهم. أنتم قلتم بأن بيعة علي بن أبي طالب لا تتم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال امضوا. قال البراء والله ما كذبت يا رسول الله. قال أعلم أعلم. ورجع بأبي وأمي إلى المدينة حتى مرض مرض الوفاة. شوف هذا الدين اللي بناه النبي كله هدمت كلمة. هذين اللي أصروا على أن بيعة أمير المؤمنين علي ماتتهم كانوا جلوس حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي بأبي وأمي يجود بنفسه يجود بنفسه. التفت إليهم النبي قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعدي أبدا، خذوا بهذا الكتاب. قام أحدهم ليأتي بهذا الكتاب وإذا ذلك يقول اجلس إن النبي لا يهجر. وهلا إن النبي لا يهجر. أفاق النبي من غشوته، أنا أتيك بكتاب يا رسول الله بدوات وكتف. قال أبعد الذي قلتمه؟ أبعد هذه الإهانة؟ لا، بس أوصيكم بأهل بيتي خيرا، قوموا عني. فقاموا وانفضوا من حول النبي حتى دخلت فاطمة ورأت أباها يجود بنفسه. لما نظرت إليه صاحت ونادت وأبتا ومحمدا. فخر الحسن والحسين على رسول الله منادين وجداه ونبيا. شيع موالين عظم الله جوركم. بينما هم على تلك الحال وإذا بالنبي يقول ادعوا لي حبيبي، دعوا الأول فأعرض عنه النبي ودعوا الثاني فأعرض عنه النبي. فقالت أم سلمة والله لا يريد إلا علي بن أبي طالب. فلما أتي بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نظر إليه النبي قال إلي إلي يا علي. ضمه النبي إلى صدره ووضع أمير المؤمنين رأس النبي في حجره. قال هلم إلي يا علي. أخذ يناجي طويلا. فلما رفع أمير المؤمنين رأسه قال لقد علمني 1,000 باب من العلم، من كل باب ينفتح لي 1,000 باب، وأوصاني بما أنا فاعله إن شاء الله. وفاطم تنظر إلى أباها وهو على تلك الحال وقد خضبت وجناتها بدم عينيها. شيع موالين عظم الله أجوركم. بينما هم على تلك الحال وإذا بالباب تطرق ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي يا أهل بيت النبوة والإيمان بالله ادخلوني على المظلل بالغماء اطلب الرخصة من النبي نور المسلمين.
ولا صاح النبي قومي يا زهرة وافتح هذا الذي ما يهاب من حاجة بوبو هذا المفرق يا حزينة بين الأحباب بس هالله الله عقب عين بحسن وحسين دخل دخل أمام محمد وعظمة محمد ملك الموت ما استأذن على أحد إلا على رسول الله قدم الاستئذان دخل قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام يا ملك الموت جئت قابضا أم جئت زائرا قال بل جئتك مخيرا إن شئت أبقى الله لك هذه الدنيا وصير لك الجبال ذهبا وفضة وإن شئت الدار الآخرة قال مهلني حتى يأتي أخي جبرائيل نزل جبرائيل على النبي قال له يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله قال ماذا تقول يا جبرائيل قال ولا الآخرة خيرا لك من الأولى هذه الجنان قد تزخرفت والحور قد تهيأت لاستقبال روحك يا رسول الله فالتفت النبي إلى ملك الموت قال له يا ملك الموت امضي فيما أنت عازم عليه فأخذ ملك الموت يعالج روح النبي والنبي تتحاذر دموعه على خده التفت إلى ملك الموت قال يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي لماذا يا رسول الله قال يا علي رأيت أهوال الموت عظيمة بينما هم على تلك الحالة والمسلمون حول دار النبي شيعة موالين عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء وملك الموت يعالج روح رسول الله وإذا به قد فاضت روحه المقدسة رحم الله من نادى ومحمدا رحم الله من نادى ونبيا رحم الله من نادى ومصيبتا فانكبت فاطمة على والدها منادية ومحمدا ونبيا فخر الحسن والحسين هذا ينادي وجدا وهذا ينادي ونبيا ونحن ننادي ومحمدا ومصيبتا فخرج أمير المؤمنين إلى الناس وقال عظم الله أجوركم في نبيكم فصحنا صيحة واحدة ونبيا ومحمدا أخذوا يحثون التراب على رؤوس النباكير على رسول الله شيع موالي وإذا بأمير المؤمنين رفع ذلك البدن الطاهر وضعه على المغتسل أمير المؤمنين غسل النبي بدموع عينه بينما هم على تلك الحالة وإذا بفاطمة قد أقبلت منادية وأبتا ومحمدا نظرت إلى ذلك الجمال وهو ممدود على المغتسل ونظرت إلى ذلك البدن الطاهر وشافت علي أمير المؤمنين يغسل ذلك البدن ويقلبه التفتت أبا الحسن بهداي على هذا البدن هذا رسول الله هذا نبي الأمة إذا بها التفتت وهي تنادي اسم الله على طولك يا جمال الهاش على المغتسل ممدود يا خير وإله يا مصطفى اكشف لي عن الوالي وجمع
وشيل الكفن عن غرته تودع شبا، وهذا الحسن مكسور قلب انظر الحق، وهذا الشهيد حسين عبرات يجري. لا ويا اللي تغسل والدي وين الاعمى صوتك فوق المنابر ما حلا حلو الجهة، وقبل انت شيله خله وادعال منا بعد ما نرتجي للبيت جي، وله بهداي قلب جسم ابو ابراهيم، وانت يا ابن عباس بالهونس جبل شخصا على المغسل نحل ومزقح، ممرود قلبي موحش الدنيا علي. لا هو يلي تحفرون القبر وسعوه مكه، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا شفا، ولا يعز انشال عنا ولا هلفا، هيهات بعد الصير عيشتنا هني. ولا هو يلي تحفروا واللي تهيلون الترب دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محي، قشرة تراه تصير عيشتنا بلياه، عقب النبي ما اريد هالدنيا الدني. إلهي بحق نبيك نبي الرحمة وإمام الهدى، اللهم بحق محمد صلى الله عليه وآله وبحق آل محمد، إلهي بحق صاحبة المصاب فاطمة الزهراء، فرج عنا فرجا عاجلا غير آجل. اللهم شافي مرضانا، لأن كثير من المرضى يسألون الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبخلون يا مؤمنين، الآن أنتم تحت قبة الحسين مستجاب الدعاء، وكثير من المؤمنين يسألونكم الدعاء، كلنا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والبلوى عنه. يا الله يا الله يا الله، أجب المضطرين يا الله. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي مرضانا، داوي جرحانا، فك أسرانا، وفقنا يا رب العالمين لمراضيك، وجنبنا معاصيك يا أرحم الراحمين. هناك إعلان إلى جمع لبناء جامع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدينة حماه. أنتم تدرون أوضاع تلك المدينة وما ينقصها من مساجد ومن مآتم، فأعينوهم أعانكم الله، جعله الله في ميزان حسناتكم.